بداية الحب البريء يا خسارة ما تكمل، ينقطع فينا الطريق ونيران عم تشعل. شو يا مو؟ هدول ذهب؟ لا ايوه مو ذهب. متأكدة؟ ايه لكان متأكدة. لكن ليش حاسك ملخبطة؟ لانه مقصوفة الرقبة ما قالت لي انه اشترته. ايه والله انا شفتهم مو محرزين اني قلك عنهم وخفت تزعلي ستي من المصروف الزايد. يلا حصل خير. هلا ارتاح بالي. انا راجع على الدكان. عمتي مشان الله خليني اروح، رح تعتم الدنيا. روحي ستي روحي، اخرتي على جوزك وبيتك. استني لا تروحي، لسه ما خلصت تعزيل المطبخ. انت جابتيها تعلمي الخياطه ولا تشغليها خدامه؟ يو لا تدققي، طول عمرهم بنات الخياطه بيشتغلوا عند معلماتهم. والله ما مسكت ابره لبعد سنه. روحي ستي روحي، انا بتفاهم مع سعاد. لا تروحي، واذا بتطلعي عن شوري بقول له لابن عمك. لا دخيلك، رح كمل تعزيل المطبخ. روحي ستي روحي، انا بكمل تعزيل المطبخ. انت تعزلي المطبخ؟ والله ما بليق على حالي. يو
تبريني ان شاء الله حسستيني انه ستك الملكه بلقيس. يلا معلش روحي كرمال ابن اخي، بعرفه نسق وعصبي، اذا سلخك كيف بيلزقك بالحيط. يلا نفيسه الحيني على المطبخ. روحي ستي روحي، بيتك وجوزك اولى فيكي. مشان الله ستي ما تواخذيني والله مو طالع بايدي شيء. روحي تبريني البسي وحاجه تضيع وقت. يلا بلقيس شرفي جايه جايه. بيتك شو لك يا حرامية يا سراقة، عم تندي ايدك على الحرام وليه عم تسرقي؟ بيستاهل الابن الحرام الواطي ما عنده شرف ولا ناموس بيستاهل. لك ما قصرتي فيه للزلمة طرقتي على راسه، الله بيعلم إذا عايش ولا ميت وليه؟ كنت إن شاء الله بيموت. إن شاء الله بيموتوا كله. ولك اخرسي اخرسي، ما كان لازم تمدي ايدك على الحرام يا سراقة. أنا ماني سراقة، هو الندل وابن الحرام والواطي. لك ليش ما تركتي؟ ليش كل هالايام عم يتطول عليكي؟ ليش سكتتي؟ لاني خفت خفت. خفتي؟ كذابه، انت حاطه ببالك تسرقيهم للجماعه. الله وكيلك انا ما كان بدي اسرقهم. الله وكيلك القصه على غفله. على غفله يا قليله الترباه، على غفله. قولي على قامتك كتفو عليك. ما بتستاهلي اللي عم تعمليه فيني. ما بتستاهلي. يا خجلتي منك يا عبد الحي. لا وقال انا بدي روح اعمل لهم قارت، مشان هيك ما خليتيني روح. لك لحالي ليش بدها تيجي عالشام بليله ما فيها ضوء قمر؟ واذا طرقتي للزلمه على راسه وما مات او ما تدافع عن حالك، ما حدا بيسكت عن الظلم. واذا كنا عم نشتغل خدم ببيوت الناس بذلونا لك. الله لا يوفقك، الله يسود وشك مثل ما سودتي وشي. الله يغضب عليكي، الله يغضب عليكي، الله يغضب عليكي. حسدتي علي، حسد ظلميني. انت ما بتعرفي شيء. شو بدي اعرف اكثر من اللي شفته بعيني؟ شو انا ما ضربته على راسه لانه ضربني. لكن ليش ضربتي الرجال على راسه؟ أنا ضربته على راسه لأنه عمل الحرام فيني غصبا عني. عرفتي ليش ضربته على راسه؟ عرفتي ليش بدي إياه يموت؟ عرفتي ليش بيستاهلوا أسرقهم وأحرق لهم بيتهم باللي فيه؟ يا الله صبرك يا الله صبرك يا الله. شو بكي عم تطلعي فيني هيك؟ خايفة احكي تقوم تزعل مني. هي احسن ما تحكي، ما بدي اسمع صوتك بالمرة. والله اللي عم تعمله فيني ما بيجوز من الله. مريم اوعك يخطر لك ترفعي صوتك قدامي. انا ما بدي يعلى صوتي، بس مو بايدي، ما عاد قدراني اتحمل. ما عاد قدراني تتحملي شو؟ مو قدراني اتحمل الظلم، بدي افهم ليش هيك عم تعمل فيني. تخرسي احسن ما بعتك عشان من الحمرة، فهمتي ولا لا؟ بعتني احسن من اللي عم تعمله فيني. وانت قلتيها يا بنت الحرام. انا مالي بنت حرام، انا بنت ابو العز اللي بشرفك وبشرف الف واحد مثلك. بشرف سرمايتي، سرمايتي بشرفها لك. انا غازي بيك ولك. البيك باخلاقه وانت ما عندك جنس الاخلاق. طلع لك لسان وصرتي تحكي او وطي صرتي تحكي. عيب شو مالك تقول عن مرتك واطية؟ لك واطي وابوك واطي وكل عيلتك واطي. رح يجي يوم وكبك عند بيت اهلك وساعتها خلي ابوك ينفعك يا بنت ابو العز. يلعن ابوك بنت الكلب.
ابو العز بذات نفسه بده يجيب فاطمه لهون؟ والله يا ابي ترجيته كثير، قلت له لك عمي انا براسي بروح ورجعها، ما رضي. والله جايته شغله كبيره كثير، كبيره كثير، يا ريتك تفهمها. والله بعرف يا ابي بعرف. كل ماله دين هالرجال عم يكبر برقبتي اكثر واكثر. ليش ما قلت لنا من بكير سلفي؟ ليش؟ شو فرقت معك مرت اخي؟ شو بتفرق؟ مشان نجهز لك الغرفه انا ومنيره. ايه ايه الله يرضى عليك يا بنتي، عادل وفاطمه عرسان اليوم، قوموا شوفوا شو بدكم تظبطوا يلا. ايه من عيوني منيره الحلوه. قوموا على عيني انا جاهزه. اللي ان شاء الله ما نسيت الشغل. لا 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 يا ابي ما نسيت. عمي ابو العز قبل ما اجي لهون بعتني لعنده وقال لي الشيخ بعد صلاه العشاء ان شاء الله بيمرق لعنا. والله ما لي عاطي فرحتي لحدا، انا ما لي عاطي فرحتي لحدا، لانه الله فتح لك قلبك على الخير. عود عود انا بفتح. مين؟ ابو العز. ابو العز يا اهلا وسهلا بابو العز. كيف المهلي؟ الله يسلمك. يا اهلا وسهلا، تفضل شرفوا. مساء الخير عمي. فوت يا ابي فوت. اهلين يا عمي اهلين. شرف ابو العز. يا اهلا وسهلا شرف. يا الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلين ابو العز. روح يسلمها لابن عمك. يلا إذا بدك الأصول ابن عمه هو اللي لازم يجي يسلم عليها. سوتين أبو سمير سوتين. يلا يفرقون عن بعض. روحي يا روحي. آمين. مساء الخير ابن عمي. مساء الخيرات. أهلين عمي. شو بدنا نضل واقفين؟ تفضل أبو العز شرف. يلا تفضل تفضل شرف. يلا يلا تفضل تفضلوا. على السلامة. نور البيت فاطمة. ما بتصدقوا قديش اشتقت لكم. لكن نظفنا لك الأوضة، حسبي حسابك من بكرة بدك تنظفي أوضنا. إيه على عيني وعلى راسي. والله طلع لك وحشة. تسلمي لي. مالي سامع شيء. الله وكيلك صوت مرة جوا عم تصرخ. الله يكون بالعون، خلينا نتوكل. الله يرد علي. خير يا اختي، شو صاير معي؟ مشان الله يا اخي، مشان الله قال لي نحن وين؟ شو يعني نحن وين؟ يعني نحن بأي حالة؟ شو اسم الحالة اللي نحن فيها؟ شو المرة مجنونة؟ طول بالك يا ابن عمي ليكون حدا خاطفها. نحن بالميدان يا اختي. دخيلكم يا جماعه، ساعدوني من شان الله. اذا فيكم تروحوا على حارة اللبه وتسالوا عن ابو العز. ابو العز الحبوباتي. مين ما سالته بدلكم عليه. من شان الله قولوا له يلحقني. بلا مؤاخذه يا اختي، مينو حابسك هون؟ جوزي اللي حابسني. جوزي؟ ليش حابسه؟ قصه طويله. ساعدوني ببوس ايديكم، ساعدوني ونادوا لابي قولوا له يلحقني. والله رح روح بني بلاد ما قتلني. ضربي تقصف رقبتها، لو ما كانت غلطانه ما كان حبسها وقتها. روحي خلصينا. يا اخي امشي خلصينا قبل ما يرجع جوزك يعمل معه مشكله. ان شاء الله يا اخي. يا ربي طبنجة غازي. لا تقرب. عم تتطاول على اسيادك يا ابن الحرام. بدي انتقم منك واخذ بتاري. ليكني شعني قدامك، شو عم تستنى؟ لك انت غشيم شي؟
تعرف شو تعرف مين اللي بدك تاخده مني؟ هون الحكي ما بينفع. الحقني. كان عم بكره بالنوم. يا علي عم تتعب، خليها ترتاح. وانتي يا مو مالك على بعضك شبه؟ والله انا كمان تعبانه، حقوم نام. يا مو اذا بغيب عنك 200 سنه بضلني بعرفك. شبك؟ ان قهرت من غفران، ليش هو هلا المصاريف اللي ما على طعمي؟ معلش يا امي، غفران صبية واشتغلت وتعبت، يعني ما بيساير إذا اشتريت كم غرض لحال. طيب أمي تصبح على خير. أنت بخير. فوت فوت. نحن اللي منفوت عمرك. لا 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 يا غازي بيك، والله ما حبيت لك يا العمى. شو هالسكنه المشرشحه؟ حدا مثلك بيترك قصر سياح نياح وبيجي يبزكن بهال طبنجة. وطي صوتك وبقى كثر حكي. عمرك شو المطلوب مني؟ بدي اعرف على شو ناوي. والله لسه ما نويت على شيء، يعني لسه عم بقلبها يمين يسار، ما رهدت، بس ترقد بخبرك. اوعك اوعك تخلي غندوره تلعب بعقلك، مصلحتك لساتها معي. غازي بيك كمان انت اللي عملته فيها ما له قليل. وانت شو دخلك شو عملت فيها قبل ما تتجوزها؟ بعدين نسيان حضرتك شو عملت فيها؟ علي الحلال يا بيك، إذا بتدرى إني كنت مع شبر يوم اللي خطفنا بنتها، والله ليجن جنانها. بينتك طابس تمام وحاببها. يعني ما تتهنى فيها. أنا اللي بيهمني شغلي وحدي بس. شو هي؟ لساتني فيني أعتمد عليك ولا أدور على حدا تاني؟ والله يا بيك إذا الشغلة فيها سأسأة لعيونك. فيها سأسأة وكتير كمان. أبو العز نصب علي وسرق مني الضيعة. حدا بيسرق ضيعة مثل ما هي؟ طبنجة وطي صوتك. اللي لازم تعرفه إنه الضيعة ما عادت إلي، وحقها كله صار بجيبة أبو العز. العمى يعني بفهم منك غازي بيك انك صفيت على الحديده؟ انا غازي بيك يا طبنجة ما بصفى على الحديده. والنعم. شو المطلوب مني؟ بدي اياك تساعدني رجع حق الضيعه من ابو العز، ولك مني ربع المصاري اللي بترجعه. منيح هيك؟ صفي قلبك من ناحية ابن عمي. والله وكيلك ماني زعلان منك قد ماني زعلان من اخي عمار. لساتك زعلان؟ زعلان من حالي. شو بدك يا صفي ولا بنت؟ ما بدي غير الخلقة التامة وامتك بالسلامة.
بتعرفي لك فاطمة؟ من ساعة اللي فتي على بيتنا قلبي من جوا لهف لك. أنا منيرة هيك هيك ما شفتها غير مرتين ثلاثة. قلت لحالي يا ولد هيك رب العالمين أسم لك. بس لحظة تدريت إنه ابن عمي لا تكمل وشيل القصة كلها من راسك. أنت هلا عندي بتسوى الدنيا وما فيها. دير بالك امي. ايه حاضر. دير بالك ما يوقعوا. ايه ايه. شلونك يا ام عبد الحي؟ انت شو جابك لهون؟ قلت لحالي اعمل خير واجي احكي معك قبل ما اروح اشتكي على السراقه اللي شغلتيها عنا. يحيى شو يا ام عبد الحي؟ بدك ترجعي لي الذهبات اللي سرقتهم غفران من بيتنا ولا بدك روح اشتكي عليها بالكراكوم؟ شو؟ روحي فوتي على اوضتك وسكري الباب من المفتاح. لك فوتي. استنى شوي. فوت فوت. شو اعتمدتي؟ بدك ترجعي لي الذهبات؟ يحيى انت بتعرف اخوك شو عامل؟ لا ما بعرف. يلي بعرفه انه غفران في رب العالمين وفي اخره. ام عبد الحي اخي ملقح بالفرشه وراسه مفتوح وانا كرمال الخبز والملح ما رحت اشتكيت بالكراكون. بس بدكم طلعوا علي بالعالي ام عبد الحي والله بخرب بيتكم بقلب فوقاني تحتاني. الله لا يوفقك الابن حرام. لك انت ما بتستحي على حالك تيجي لهون. بنت ابنك يلي ما بتستحي. لك ما كفاها انه غررت باخي فوقها ضربته على راسه وسرقت له الذهبات؟ ولك الله لا يوفقك. شو كذاب ان شاء الله بتنعم عيونك وعيونه. غفران فوتي لجوا. ما بدي فوت. مو سمعتي شو عم يحكي؟ غفران قلت لك فوتي لجوا. شوف يحيى احنا مو بحاجه ذهباتكم. اذا بدك الذهبات بتروح بتجيب اخوك يكتب كتابه على غفران. هذا الحكي ما بيزبط معنا. مو عيلتنا اللي بتجوز واحد من اولادها للفائه. يعني رح تسكت عن عمله اخوك؟ قلت لك اخي ما عمل شيء. روحي ضبي هالعيب اللي عندك. اطلع لبرا ولا انت قليل الحياة اخوك انقلع. نحن اولياء نعمتك يا قليلة الاصل. ولي نعمتي رب العالمين وما حدا تاني. اطلع لبرا ولا. طيب يا ام عبد الحي رح اتركك يومين تشاوري عليك. بس قسما عظما اذا ما بترجعوا لي الذهبات لخلي سيرتكم على كل لسان. وها صباح الخير يا ابي. صباح النور. شوفتك اليوم تضحي بالنومه. حقك علي يا ابي. لا اخوك عادي لا عريس فهمناها. بس انت لك ابني كيف ضابطه معك تخلي اخوك سمير يروح على القهوه يفتحها لحاله؟ صدقني يا ابي من يوم ما عادل طلق مرته ما نمت ليله مثل الخلق. وان شاء الله نمت امبارح. انا نام يا عمي من كتر ما شخر عيني ما غمضت. والله يا عمي راحت البال بتسوى مال قارون. حسيت لك هالعروس ابن عمي تاكل على الماشي. سلمي ايديكي. صباح الخير يا ابي. صباح الخير. انا رايح على قهوه بدك مني شيء؟ اي والله بدي. مرني بدي اياك تعاني اخوك وتبوتوا شوارب بعض. دمعك يا عيد بيطفي حزنك يا ان شاء الله تعال هاد فوزي. والله ناطف قلبي عليه. من حوالي مجد
عادل الله يرضى عليك يا ابني، متى ما لقيت حالك فاضي مر لعند عمك ابو العز، خذ الرضا وشوف اذا كان لازم شيء. انا بامرك انت وعمي ابو العز. يا الله يلا خاطرك يا الله معك ميسره. لك ان شاء الله الف مبروك وآية الرزق يا ابو الاحلام. الله يبارك بعمرك. دقيقه بس بدي اعمل لك صفات هذا حلوان الدكان. لا عمي انا اللي بدي احليك مو انت. ايه مو على كيفك. عمي ابو الاحلام بزمتك مالك مبسوط؟ شوفت امي وبنتي ايه مبسوط، بس اذا بدك الحق مشتاق للحارات، مشتاق لسهراتنا سوا. يستر على عرضك، كل شيء لسهراتنا اللي كانت كلها تغم مهم. مع هيك بستفقد لك. ما صار شيء، ايمتى ما بدك بنسهر احلى سهر، بس بنحكي بمواضيع بتفرفح القلب. عمي ابو الاحلام، امي ومرت عمي بدهم يجوا يزوروا عيلتك. اميت اهلا وسهلا بيشرفوا، البيت بيتهم. صلي على النبي. اللهم صل على النبي. مرت عمي شافت المحروسه بنتك بليله عرسي وعبت براسها تمام، وامي بتعرف قديش انا وياك صاحبي، مشان هيك قالت لي اسالك امتى عيلتك فاضيين مشان يروح يزوروها. ما قلبنا الشام عليه وما لقينا، مشيت انه يسترجي يجي لهون ما بيسترجي. والله ما عم تطلع البنت من بابي. لا والله لا والله. يعطيكم العافيه يا جماعه. يسلمك. كيفك ابو العز؟ يا حي الله بحياتي. بنقول الحمد لله اخي، بنقول الحمد لله. ان شاء الله في شيء اخبار عن غازي. يطول بالك، لسه هي وصلت للضيعه. ايه كيف ابو شوال؟ من الله بنقول بخير. تكون لسه زعلان مشان قصة فارس؟ لا سيدي مالي زعلان. ليكو صاحب الشان هون انا ما دخلت. صلي على النبي ابو شوال، صلي على النبي. اللهم صلي على النبي. رايح ساوي شاي. عود عود. شرف عمي. هي صالح هلا بساوي لك. صالح امرك عمي ابو العز. امرك ما يا عمي الله يرضى عليك وبيشرف. امرك عمي ابو العز. يا محمد ان شاء الله في شيء تحت لسانك. والله عن غازي لسه ما في اخبار. آصف بيك سلم عليك. بعد رسول الله السلام. جنابه جاي على باله يصير شغل بينك وبينه. شغل؟ خلص خليه ينضرب على قلبه وياخذهم لهالدابات. الله وكيلك انا لما اخذتهم ما كان بدي اسرقهم. بعرفك بنتي والله بعرف، بس انا بدي ريح بالي واسالك سؤال. يعني لا تزعلي مني، انت كنتي تاخدي وتعطي معه لهالابن الحرام؟ ستي هلا بروح بتوضى وبحلف لك على المصحف الشريف انه بحياتي ما طلعت فيه، ولما كان يفوت على البيت كنت احبس حالي بالمطبخ وما اطلع منه لحتى ارجع على البيت. الله لا يوفقه هالابن الحرام على اللي عمله فيكي. شو نستر على حالنا ونعطيه الذهبات وخليه يحل عنا؟ ليش مين قال لك انا ما بدي اعطيه اياهم؟ حتى لو هن نعطونا الذهبات ما لنا مصلحه فيهم. يا بنتي هدول وسخ مو ذهب. يعني رح تعطيه اياهم؟ اذا اعطيته اياهم وبياخذهم وبيمشي، وانت مين بده يستر عليكي؟ بدك تزوجيني لهالوسخ؟ والله ما بعرف شو بدي اعمل، تربطت ايدي. يلا يلا. أنا رجعت. لك أمي أنت شو قصتك رايح جاي رايح جاي وتارك الدكان؟ أول رجيك عم تحاكيني، أنا ما عدت صغير. فهمني شو بدك؟ هات الحلوان بالأول.
خير؟ اجاها عريس لغفران، ومحيى الله عريس ابن عمه لسعيد يلي حضرته عرسه. يلا يا عمو، ان شاء الله شوي شوي بتتحلحل كل المشاكل وبيرتاح بالك. يرتاح بالي؟ انا نسيتها لراحة البال من زمان. حق علي بكل اللي صار. لا يا عمو، لا تحملي حالك ذنب كل اللي صار. صحيح انت غلطتي، بس اللي صار بعدين لا انا الي ذنب فيه ولا ابوكي ولا انت، بس هيك صارت هالمصايب تجر بعضها ورا بعضها لحتى صارت مثل الحبلة حوالين رقبتنا وكل ما لها عم تشد. إن شاء الله بكرة مريم ترجع عالبيت وبتنحل كل هالمشاكل. يا حبيبة قلبي يا مريم، مالي مصدقة إمتى بدي شوفها واطمن عليها. أختك ما عادت ترجع مثل قبل. إحنا جوزناها لزلمة متكبر تشبر، عنده الكذب مثل شربة المي. يبعت لي حم عليها لهالبنت، ما رح تشوف يوم أنا مع هالزلمة. لا تحملي حالك ذنب جوازتها، انت جوزتيها كرمال طالع ابي من الحبس. فكرة هيك رح تريحي لي ضميري؟ جوازة مريم اذا مو ذنبي لكان ذنب مين؟ يبعت لي حم عليك يا مريم، هالبنت امي رح تضل شقيانة كل عمرها، ما رح تشوف معه يوم مثل العالم والخلق. وهذا كله كوم، واللي عم بيصير بيني وبين ابوكي كوم تاني. صلي على النبي يا امو، ابي لا يمكن يستغنى عنك. انت بس اتركي للوقت، بكره بيهدى وبيروق وبيرجعك عالبيت. يا امو، ما حدا قدي بيعرفه لأبوكي. مين كان يصدق إنه يصير فينا هيك؟ صفيت أنا مشنطتها برات بيتي وزايرة عند بيت أخي. ليكون خالي متقل من قعدتك عنده؟ لا يا مو، عسلامته خالك، بس المشكلة عندي أنا، ما عم بقدر ما أحس حالي غريبة. الحق معك، أمرار كتير رفيق بالليل، لاقي حالي مادة ايدي بالتخت وعم دور على هاشي. يا مو ليش ما بتنامي ببيت أختي مريم؟ يو ليش بدي نام هني؟ قد ما كان يعني خالتي سهيلة بنهار بتشق عليكي تشربوا قهوة سوا ونس يعني، وعزة وفارس قراب منك ايمتى ما بدك بيلبوكي، وإذا بدك كمان بالليل عزة بينام عندك. معقولة تكون هيك آخرتي؟ ببيت الصهر؟ لا تعقديها، يعني بيت الصهر ولا بيت الأخ ما فرقت كتير. مو زابطة يا مو، مو زابطة. خلينا نشاور أبي بالأول، أصلاً بجوز ما يقبل، وساعتك الحديث بلا طعمة. يا عميد أهلا وسهلا بأختي أم العز. أهلين بالست جميلة، نورتينا. تسلم. شو بغي هادم؟ كلام قاصد بيك على عينه الراس. اي والله على عينه الراس. بس قبل ما افكر افتح شغل بيني وبينه، هذا باب اذا فتحته يمكن مو وقته. في شغلات كثيره لبقى بدي احلها اول. وانا بالنيابه عنه بقول لك شو بتريد؟ نحن حاضرين. ايه؟ والله على عينه الراس. بس شوف يا عمي حاتم، أول ما اشتغل أنا الزلمة بدي بنتي ترجع لبيتي، واليوم قبل بكرة أي شغلة عندي وبرقبتي لحالي ما حدا دخلوا فيها ولا حدا خصوا. أي وحدة تاني ما اشتغل أنا في حساب طويل عريض بيني وبين غزي،
كمان هذا برقبتي لحالي وانا بحله وراح حله. ثالث باشتان صاحبك قاصف بيك خاوز معي وما حلف صافي. قص نص وتن له بدنا نرجع الضيعة. خلينا نأجل قصة الضيعة شوي لحتى نحل قصة بنتك وقصة غازي. قصة غازي عمي هي لحالها براسي ما حدا يقرب عليها، هي لحالها. قلت لك أنا راح حلها. وإذا قلت لك إنه قاصف بيك بده يساعدك. شلون العباد؟ المصلحة وحدة يا أبو العز. قاصف ما حينام مرتاح طول ما غازي حاط براسه يرجع الضيعة. وانت اكتر واحد بيعرف انه غازي بيطعن بالظهر. ايوه اخي عتيم، بلا مستحى منك يعني عدم مؤاخذة. من الا وين يعني كيف بده ساعدني قاصف بيك؟ ولي على المصيبة اللي لا كانت لا على البال ولا على الخاطر. من أولها كان لازم تقولي لأبي ما بدنا. لك ما شفتي؟ ما شفتي كيف معاطي فرحته لحدا؟ إيه وشو بنعمل يعني؟ خلص قولي له ما بدك تجوزيني، بدك يعني ضل معك هون بالبيت، بساعدك بالحلو وبالشغل. إيه ولأيمتى يعني؟ يوم، شهر، سنة؟ أبوكي ما رح يقبل يأخر جوازتك أكثر من هيك. خلص، أنا اليوم رح أقول له ماني مفكرة بالجواز. هالحكي كله ما بفوت بالمخ. ايه شو بنعمل يعني؟ بروح بتجوز وبفضح حالي بفضحكم؟ قلبي المجروح شو عملت فيه الايام؟ مليان جروح اكتر من صبرك يا شام. دربي